كيف تابعتم مشاهدينا الكرام لحظة وصول رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع عفوا وفي هذا الأثناء كيف تشوفوا لحظة مغادرة أبو أج الأطلس مطار محمد الخامس مشاهدينا الكرام لحظة وصول لبؤات الأطلس في هذا الأثناء ومغادرتهم مطار محمد الدولي هذه هي الحافلة اللي غادي تخلو إلى وجهة شاع 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 شاع